بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. تحشيد غربي في شرق أوروبا والدوما يبحث الثلاثاء الاعتراف بلوغانسك ودانياتسك. لماذا تصنع واشنطن حربا؟ أردوغان في الإمارات للمرة الأولى منذ 9 سنوات. أي حسابات تدفع أنقرة وأبوظبي للتقارب؟ وتحويل محطة كهرباء في موسكو من مركز للطاقة إلى دار للثقافة. أي مساهمة في نشر الفن الروسي المعاصر؟ ومستخدمو ميتافيرس يحطمون أثاث منازلهم عن طريق الخطأ ويطالبون بالتعويض. ماذا تفعل شركات التأمين؟ تصعيد مصطنع، هكذا اختارت روسيا توصيف نصائح الدول الغربية بإجلاء مواطنيها من أوكرانيا. توصيف ترى موسكو أنه ينطبق على أكثر من صعيد مرتبط بالأزمة الأوكرانية في ظل تواصل الاتهامات الغربية لها من دون دليل. كما تؤكد في السياسة والعسكر، تنظر روسيا إلى ما يجري. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن الردود الغربية على ورقة الضمانات الأمنية سلبية. ستقدم وزارة الخارجية الروسية أفكارها حول الردود التي تلقيناها من واشنطن بشأن مقترحاتنا المرسلة إليها وإلى الزملاء في الناتو، بشأن تنظيم الأسئلة المتعلقة بالأمن في أوروبا، وبشأن الاستجابة لمخاوفنا المتعلقة بتوسع الناتو شرقا على امتداد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة بما في ذلك أوكرانيا. الرد سلبي بشأن هذه القضايا، لا يمكن أن ترضينا بالطبع. قالوا إن من حق أي دولة اختيار التحالفات والانضمام إليها وتغييرها، هذا غير قابل للتفاوض. أما عسكريا، فاطلع بوتين على جاهزية قوات بلاده لصد أي عمل عدواني غربي من وزير دفاعه سيرجي شويغو، فيما يدرس الدوما قرارا برلمانيا للاعتراف بلوغانسك ودانياتسك في خطوة ذات تبعات واضحة على أكثر من صعيد. على المقلب الآخر، تواصل تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، وكان لافتا تزويدها بكميات كبيرة من صواريخ ستينجر من قبل دول البلطيق. وعلى وقع بلبلة أثارها سفيرها في لندن بشأن الناتو، استقبلت كييف المستشار الألماني الذي استبق زيارته بمطالبة موسكو بخطوات فورية لخفض التوتر عشية لقائه بوتين الثلاثاء. أنت تدرك جيدا رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتأمين حدودها ومستقبلها وطموحاتها في التحالف. أبعد من ذلك، إنها رغبة بلادنا. هناك حرب على شرق البلاد ونحن نرغب في عضوية الناتو، سيضمن أمننا وسيادتنا الإقليمية، لقد ورد ذلك في الدستور الأوكراني. زيارة تأتي عقب محادثات إيجابية بين وزيري الدفاع الأوكراني والبيلاروسي، أكد خلالها الأخير أن لا خطط لمهاجمة كييف. أمام هذه المشهدية سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، هل تريد واشنطن أن تربح عبر البروباغندا ما لن تحققه في الميدان؟ ثانيا، في ظل تهويل لا يتوقف، لماذا يصطنع الغرب حربا؟ وثالثا، بين تحشيد الميدان ومراوحة السياسة، موسكو والغرب إلى أين؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف السيد عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، وهو معنا من سيفاستوبول. سيد عمار، يعني إذا ما نظرنا إلى المواقف، نحن بانتظار غد أو بعد غد أو بأي لحظة أن تندلع الحرب، وها نحن نتجهز لها. تحياتي سيدتي الكريمة. يعني هذه المسألة، الحرب أو عدم الحرب، باعتقادي هي مبنية فقط يعني على الفرضية الغربية، والتي بنتها على أساس تقارير استخبارية وصحفية، وتم التصعيد يعني إعلاميا لهذه المسألة، وهي يعني لم تكن معهودة سابقا يعني في التاريخ السياسي الحديث، يعني اصطناع وافتعال أزمة في الإعلام الدولي لتأجيج الرأي العام يعني والتحضير لعملية
سياسية ممنهجة. هذه يعني الخطوات الإعلامية هي لم تكن يعني وليدة الحاضر، وهذه الأزمة يعني رأيناها من خلال الاستخدامات الإعلامية لكل التحركات يعني الناتو والولايات المتحدة، بدءا من العملية التي رأيناها حول اللاجئين في منطقة أو في بيلاروسيا، واستمرت يعني استمرت الزج يعني في روسيا إعلاميا بأنها طرف يعني من الأطراف التي تكمن يعني العداء للمنظومة الغربية بالكامل. فلذلك اليوم يعني وضعت الولايات المتحدة باعتقادي العالم كله يعني في بوتقة إعلامية من الصعب يعني الخروج منها، وذلك يعني عند الحديث عن التوقيتات يعني بالأيام وبالساعات، هذه لا أعرف يعني إلى أي مدى يعني ممكن وكيف والآلية كيفية التراجع عن هذه المسألة يعني في المراحل القادمة. ولكن يعني هذه السياسة الإعلامية تعودناها يعني من قبل الولايات المتحدة، تحاول من خلالها تمرير مصالحها يعني الجيوستراتيجية والزج بالمنطقة الأوروبية يعني لحروب مفتعلة أولا، وثانيا يعني ممكن أن تصل إلى حد المناوشات العسكرية. وفي هذه الحالة يعني باعتقادي أن الولايات المتحدة يعني ستربح نوعا ما من حالة ضعف يعني أولا جزئيا روسيا سياسيا واقتصاديا، ومن ثم المنظومة يعني الأوروبية، وذلك بعد يعني الكثير من التصريحات يعني أو الرغبات الأوروبية في الخروج يعني من تحت العباءة الأمنية الأمريكية. فلذلك كلها اليوم يعني هذه الأمور تشابكت يعني مع بعضها البعض، وتستغلها لغاية الآن الولايات المتحدة باعتقادي يعني بشكل جيد. طيب، هي نفس اللعبة اللي اتبعتها على كل حال الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، وكنا أمام أيضا ما قالته أنه تقارير استخبارية وبعدين معلومات خاطئة لكنها أدخلت العراق بما أدخلته، هي تعيد استخدام نفس اللعبة، لكنها ماذا تريد اليوم؟ ما الذي تريد أن تحققه بالبروباغندا؟ يعني أكثر من أنه وسيلة إعلامية أمريكية فتحت مباشرة من كييف؟ لا أعتقد فقط يعني هذه يعني الأهداف، هناك أهداف استراتيجية كثيرة، منها أولا يعني تعطيل السيل الشمالي من خلال خلق يعني واقع جديد أو عدائي تجاه روسيا من قبل يعني المنظومة الغربية، ثانيا يعني محاولات لإحياء حلف الناتو يعني من جديد، والذي نراه يعني وكأنه طرفا يعني في المعادلة الدولية، ولكنني أراه ذراعا يعني سياسيا للولايات المتحدة. ولا ننسى يعني الضربات التي تلقاها حلف الناتو من الولايات المتحدة، أولا من خروجه يعني من أفغانستان بعد يعني الهزيمة التي وقعت به والحلفاء الأمريكيون هناك، ومن ثم اتفاقية أو حلف أوكوس يعني، وكانت ضربة يعني للحلف وأيضا يعني لأوروبا. فهذه يعني من الأهداف الاستراتيجية، وثانيا يعني ثالث تغيير يعني قواعد اللعبة الأمنية من خلال تجزئة الأمن الأوروبي، وأيضا يعني تطويق روسيا والتشديد عليها تطويقها في هذه الفترة يعني عسكريا من خلال حلف الناتو، وما نراه يعني من تحركات وأيضا يعني مبادرات على سبيل المثال لضم أوكرانيا أو يعني جورجيا لهذا الحلف. هذه المسألة تعتبر بالنسبة لروسيا يعني تهديدا مباشرا لمنظومة الأمن القومي الروسية. فلذلك يعني رأينا وهي أيضا حالة غير مسبوقة يعني ردة الفعل الروسية كانت يعني صادمة نوعا ما للمعسكر الغربي. وهنا أيضا ممكن التنويه أن يعني حتى يعني ليست الرغبات ولكن حتى القرارات يعني الأوروبية جزئيا هي بدأت يعني في التراجع، هناك حالة إعادة تقييم للوضع، وذلك أن الخطورة هي يعني في المعادلات القادمة من ما بعد هذا التصعيد ستعود على المنطقة يعني والجغرافيا الأوروبية وليست على الولايات المتحدة. فلذلك اليوم المعادلة يعني جزئيا ممكن بأي معنى تقصد هنا؟ بأي معنى ممكن أن تشرح لنا قبل أن أنتقل إلى فكرة أخرى عن هذه المعادلة اللي كنت تتحدث عنها؟
بالنسبة يعني للمنطقة للخطورة على المنطقة الأوروبية. صحيح. باعتقاده يعني ستكمن يعني ضمن مفهوم يعني الحرب الباردة الجديدة وعمليات التسلح. يعني الحديث يجري وهناك كانت إرهاصات يعني واضحة من قبل الولايات المتحدة عند خروجها من اتفاقية صواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ومن ثم من معاهدة السماء المفتوحة. هذا يعني سيجعل يعني إمكانية هناك للولايات المتحدة لنشر هذه الصواريخ الموجهة وهي ستكون على الجغرافيا الأوروبية، وبالمقابل يعني سيكون الرد الروسي على هذه المنطقة وعلى هذه المنشآت يعني لحلف الناتو أو هذه الصواريخ الموجهة. أوروبا تعي تماما أيضا فيما يتعلق يعني بعسكرة أوكرانيا أن هناك يعني خطورة عسكرية. يعني زعزعة أوكرانيا ممكن أن تمتد يعني إلى مناطق أخرى أولا، ثانيا يعني لا ننسى أن هناك أكثر من 5 مفاعلات يعني نووية موجودة على الأراضي الأوكرانية، ولغاية الآن يعني أوروبا لم تنسى يعني مسألة تشيرنوبل، فهذه مسألة أيضا يعني تضع اليوم في عين الاعتبار الأوروبي. فلذلك ولابد أخذ بعين الاعتبار سيد عمار، سيما وأنه نحن أمام دخول اليوم فقط، بعدنا بمجرد مرحلة التهويل ونحن أمام دخول كمية أسلحة رهيبة إلى شرق أوروبا، وتحت كله تحت عنوان فقط التهويل بالحرب. أحيانا التهويل بالحرب صحيح يكون أصعب وأقسى من الحرب نفسها، لكن هدفه يكون لدرء الحرب ووقفها. وبالتالي اليوم مع هذه الحرب المصطنعة اللي عم يفتعلها الغرب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، تجد ربما نفسها روسيا تقول أنه لا نية، حتى هذا ما قالته بيلاروسيا أيضا، أنه لا نية لأن يكون هناك هجوم على كييف. وربما هذا يعني ليطمئن الأمريكي نفسه، خاصة أنه رفض الضمانات الأمنية كل اللي طلبها الروسي. اليوم مستمرة يعني الاتصالات على الخط الدبلوماسي، وأخرها سيكون للمستشار الألماني. ما المتوقع خلال يومين؟ باعتقادي المتوقع هو يعني المنطقي في هذه المعادلة، وهي العودة يعني إلى رباعية النورماندي وتطبيق اتفاقيات مينسك. وهنا يعني تعود بنا الذاكرة، والكثير يعني لا يعلم أن الأطراف التي وقعت على هذه الاتفاقية هي السلطة السياسية في كييف والممثلين عن الجمهوريتان المعلنتان من طرف واحد. ولكن الأزمة اليوم تكمن يعني في أن كييف لا تريد الاعتراف يعني بهذه يعني الجمهوريتان كأطراف حتى ضمن هذه الاتفاقية والتي مررت عبر مجلس الأمن. فلذلك يعني اليوم لا نرى يعني أي حل ممكن يكون يعني دبلوماسيا أو سياسيا فقط يعني غير التوجه والعودة إلى اتفاقية مينسك. ولكن يعني في عجالة سيدتي، الأزمة اليوم يعني كما نراها أو كما يظهر لها الإعلام يعني الغربي وكأنها بين روسيا وأوكرانيا، ولكن في حقيقة يعني الحال أوكرانيا هي تعتبر مسرحا لهذه العمليات الجيوسياسية وتستخدم كأداة ضغط سياسية على يعني الفترات السابقة، أن يعني الدور الأوكراني وأوكرانيا بشكل عام كانت مهمشة ضمن الحوارات يعني التي جرت ما بين روسيا والناتو والمنظومة الأوروبية. فلذلك التوظيف السياسي اليوم يعني لهذه السلطة السياسية، ولا ننسى يعني ما نراه اليوم هو نتاج للسياسة الأمريكية في عام 2014 أدارها شخصيا الرئيس بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما. سيد عمار ابقى معنا، سنقدم عرض وأعود إليك سيد عمار. منذ اندلعت الأزمة في شرق أوروبا، حذرت موسكو مرارا مما وصفته بترويج الأكاذيب نافية نيتها اجتياح أوكرانيا، لكن البروباغندا الغربية لم تتوقف، فيما برزت مواقف مناقضة معها في صحف أمريكية وفرنسية. الكرملين أكد في أكثر من مناسبة أن التصريحات الأمريكية بشأن أوكرانيا هي محاولة للترويج والتحريض الإعلامي. أما الخارجية الروسية فقالت أن الدول الغربية تنشر معلومات كاذبة بمساعدة وسائل الإعلام وتحاول تشتيت الانتباه عن أعمالها العدوانية، وذهبت أبعد من ذلك بالقول أنها جمعت ملفا من المواد الكاذبة لوسائل الإعلام الغربية والتي تشكل دليلا على إدارة حملة إعلامية منسقة
ضد موسكو. الناطقة باسمها ماريا زخاروفا قالت إن الغرب يمارس التحريض ويقود الأحداث بشكل مباشر، فيما قال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن حالة التأهب تنتشر عبر الولايات المتحدة من دون أي دليل، وأن المعلومات الاستخبارية الغربية مجرد تضليل. انتقاد التصعيد المفتعل برز في صحف ومجلات ومواقع غربية أيضا، حيث قالت مجلة ناشونال انترست إن موسكو لن تغزو أوكرانيا وأن ترويج واشنطن والغرب لهذا الأمر في غير محله. أما صحيفة لو فيغارو الفرنسية فأكدت أنه انطلاقا مما يقوله الرئيس الروسي ليس هناك ما يدل على أنه سيشن هجوما على أوكرانيا. أعود إليك سيد عمار، هل بداية لديك تعليق على هذا العرض الذي مر والذي يعود ويصب في نفس يعني الحرب المصطنعة ليشن الغرب، وإلى أين سيذهب بها؟ العرض يعني منطقي جدا، وهذه المسائل يعني رأيناها خلال التاريخ الأمريكي، ولا ننسى أيضا يعني الأزمة الأمريكية فيما يتعلق في الإعلام خلال فترة ترامب يعني، وأيضا يعني فترة الانتخابات الأمريكية. يعني ما يقال أن حول حرية يعني الصحافة وأنها مستقلة باعتقادنا يعني باتت من يعني الأكاذيب الديمقراطية بين قوسين، وأنها لطالما كانت تستخدم كأدوات سياسية للضغط لتمرير يعني مصالح السلطة السياسية في كل الأوقات. ولكن يعني من جهة أخرى باعتقادي أن اليوم يعني العالم بدأ ينظر إلى هذه المسألة يعني بطريقة أخرى، يعني افتعال هذه الأزمة وتحديدها يعني بالضبط بتوقيت محددة، باعتقادي هذه المسألة يعني ستثير الكثير عند يعني في المجتمع الدولي حول المصداقية مرة لكن أخرى. بمكان ما، هل استطاعت هذه الحرب، يعني كان الحديث أنه سيكون في حرب، أما الآن انتقل الحديث الغربي ليتحدث عن حرب اقتصادية ونفسية، لم تعد الآن الحرب عسكرية إنما حرب اقتصادية ونفسية على أوكرانيا. هذا التبدل أيضا في الحديث، هل بمكان ما أثر على روسيا أو وضع يعني إحراج دولي؟ هل أثر على هي حتى الآن يعني لا شيء يدل على أنها كانت ستقوم بالهجوم؟ حتى الوساطة الألمانية عبر الألماني قال إنه انضمام أوكرانيا للناتو ليس مطروحا حاليا ولا بأي شكل من الأشكال، يعني كل ما يثير الحرب حتى الآن ليس موجود سوى بهذه البروباغندا. سيدتي يعني عند الحديث عن انضمام يعني اوكرانيا لحلف الناتو، لكن نقطه يجب التنويه اليها ان حلف الناتو هي ليست يعني منظمه حقوق انسان، وهي يعني من المنظمه في عقيدتها يعني العسكريه والسياسيه ان روسيا يعني هي تعتبر من اهم الاعداء يعني لهذه المنظومه. ولكن اليوم يعني عند الحديث ايضا عن الاعلام ومساله يعني العقوبات والتلويح بها ايضا كلها يعني من خلال هذه العمليات الاعلاميه، نرى أن لها أيضا يعني صدى في المجتمع الدولي. يعني لو نظرنا إلى ما يجري اليوم في الداخل الأوكراني، هناك مأساة حقيقية يعني من أنهم يعني صنعوا واقعا جديدا مخيفا يعني نفسيا بالنسبة للمجتمع الأوكراني. اليوم يعني هذه الحملات الإعلامية ممكن أن تؤثر في المرحلة القادمة أيضا على الاقتصاد الدولي، يعني على البورصات، على أسعار النفط والغاز في المرحلة القادمة. ولكن يعني التعويل هنا على زيارة شولتز يعني باعتقادي أنها ستكون من آخر يعني الخطوات، ولكن اليوم من خلال هذه الزيارة تتزامن أنه غدا دوما سيتجه إلى الاعتراف بلوغانسك ودانيتسك، أي تأثير لهذا الاعتراف سيكون؟ أي ورقة قوة ستكون لروسيا أمام كل هذا يعني كما يقال المحاصرة الغربية لها اليوم؟ مسألة يعني الاعتراف هي ليست الاعتراف ولكنها تقديم يعني هذا المشروع، وهي رسالة يعني رسالة باعتقادي ردا على فشل رباعية النورماندي من خلال تعنت يعني الطرف الأوكراني. ولكن يعني الانتقال باعتقادي يعني الاعتراف بهذه الجمهوريتان هي ستنقل يعني الأزمة الأوكرانية الداخلية إلى محطات أخرى، وهنا من خلال يعني ممكن القول أن اتفاقية مينسك والتي تحاول يعني كييف
التنصل منها ستكون يعني مفقودة الشرعية، ولكني يعني أراها إحدى الخطوات أو الرسائل من روسيا يعني من مجلس الدوما للغرب لتكثيف يعني الضغط على كييف لتطبيق هذه الاتفاقية. أن اليوم نحن أمام مناورات، يعني مناورات جزئيا عسكرية كما نراها على الحدود، مناورات سياسية ودبلوماسية مستمرة لغاية الآن. طيب المشهد الأفغاني كيف ستستغل اليوم روسيا في هذه الحرب اليوم الدائرة؟ حتى الآن هي تهويل بالحرب، كيف سيتم استغلال مشهد الانسحاب المربك في أفغانستان؟ مشهد يعني عند أفغانستان يعني لغاية الآن هي يعني منطقة غير مستقرة، والحديث يجري عن عدم استقرار ممكن القول يعني منطقة وسط آسيا، وكانت يعني المحاولات الأمريكية الأخيرة يعني بالتوجه إلى زعزعة هذه المنطقة من خلال ما رأيناه من تحركات في كازاخستان. لكن يعني اليوم هناك أيضا يعني لا زالت التخوف موجود من هذه المنطقة والتحركات في الداخل الأفغاني. وهنا أيضا يعني ممكن استدراك مسألة يعني العامل الصيني في هذه المعادلة يعني في وسط آسيا، وأيضا يعني ما يجري اليوم على الحدود مع روسيا. هنا يعني عند الحديث أيضا يعني على دخول الصين، يبدو في مشكلة مع السيد عمار قنات أستاذ العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول، كان معنا من سيفاستوبول. على كل حال شكرا جزيلا لك سيد عمار قنات على المشاركة في المشهد الساخن. ثلاث عشرة اتفاقية تعاون في مختلف القطاعات وقعتها تركيا والإمارات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، زيارة تأتي بعد أكثر من 9 أعوام على آخر زيارة له، وقد استبقها بالقول إن الحوار والتعاون بين البلدين مهمان لسلام واستقرار المنطقة بأكملها. أردوغان أوضح أن تركيا لا تعتبر أمن واستقرار دول منطقة الخليج منفصلين عنها، وشدد على اتخاذ الخطوات التي من شأنها تشكيل 50 عاما الجديدة من الصداقة والأخوة معها. المزيد معنا من اسطنبول مراسل الميادين محمود واثق. محمود أهلا وسهلا بك معنا، يعني ما سر التقارب اليوم التركي الإماراتي مع دولة تعتبر يعني النقيض لها وهي على رأس هذه الدول المناهضة، يعني أو في تناقض بينها وبين تركيا؟ نعم بالفعل هذا الذي يحصل، يعني بعد وجود التوتر كبير في العلاقة بين تركيا وبين الإمارات وباقي الدول في المنطقة التي كانت منافسة لها، هناك مراجعة شاملة للسياسة الخارجية التركية فيما يتعلق بالعلاقة مع هذه الدول. أعتقد أن هناك عدة عوامل أو متغيرات سواء في داخل تركيا نفسها أو في المحيط الإقليمي، كلها أدت إلى إصلاح تركيا لعلاقاتها الخارجية مع هذه الدول. طبعا الخطوة ليست من تركيا فقط، هناك من الجانبين، يعني هناك رسائل إيجابية كانت من الإمارات العربية المتحدة باتجاه تركيا، وكذلك قامت تركيا بنفس الخطوات. تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحاجة إلى تحسين العلاقة مع هذه الدول لتحسين الوضع الاقتصادي في داخل تركيا، وهو مقبل على انتخابات حاسمة في 2023، وهو بحاجة إلى الأموال الخليجية والاستثمارات الخليجية في تركيا، وهذا ما حصل في زيارة ولي عهد أبوظبي عندما أعلن إنشاء صندوق للاستثمار في تركيا بقيمة 10 مليارات دولار، وهو ما عزز من قيمة الليرة التركية التي كانت تواجه تقلبات في الفترة الماضية. إذن وأيضا شعور تركيا بالعزلة السياسية في محيطها خلال الفترة الماضية بعد أحداث ما يوصف بالربيع العربي والعزلة السياسية التي شعرت بها تركيا، بالإضافة إلى الضغوط من داخل تركيا من المعارضة التركية التي طالبت الحكومة حكومة العدالة والتنمية بضرورة مراجعة شاملة للعلاقات الخارجية وتحسين العلاقة مع كل هذه الدول التي لديها توترات أو لديها مشاكل مع تركيا. طيب هل هي فقط بهدف تحسين العلاقة والأمور الاقتصادية أم هناك ما هو أبعد من ذلك؟ بطبيعة الحال يعني هناك أهداف أخرى، هناك أهداف سياسية، هناك أهداف
استراتيجية لتركيا التي تسعى إلى لعب دور أكبر في المنطقة، هي دولة إقليمية كبيرة بلا شك، وبالتالي مع أن الملف الاقتصادي حاليا هو الضاغط وهو يحظى بأهمية وبأولوية كبيرة لحكومة العدالة والتنمية، تحديدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يواجه مشاكل داخلية بعد تراجع كبير لشعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية أو بسبب الوضع المعيشي بشكل عام، هناك أهداف سياسية أيضا يسعى من خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلعب دور أكبر في المنطقة. أيضا الإمارات العربية أو بقية الدول التي تسعى الآن إلى توطيد العلاقة مع تركيا أيضا تشعر بوجود ربما بعد إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول كما فعلت في أفغانستان، ستشعر بفراغ أمني، وهذا الفراغ يمكن أن تملأه تركيا باعتبارها دولة إقليمية ودولة إقليمية كبيرة ومؤثرة. طيب محمود، كان في الكثير من الملفات بين دولتين، ملفات عالقة على أكثر من صعيد، سواء فيما يتعلق بالمنطقة هنا أم حتى بما يتعلق بالملف الليبي وملفات أخرى الكل يعرفها، يعني لها علاقة بين تركيا والإمارات. هل نستطيع أن نعتبر أنها حلت؟ ابدا لا، الرؤيه لا تزال، يعني هناك خلافات موجوده بين الرؤيه التركيه وبين رؤيه الامارات العربيه المتحده او الدول الاخرى، هذه الخلافات لا تزال موجوده. لكن في المقال الذي كتبه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونشر في صحيفه خليجيه، قال ان تركيا بحاجه الى التعاون بهدف الاستقرار السياسي في المنطقه مع الامارات التي وصفها بدوله محورية في المنطقة. إذن الأتراك يقرون ويدركون بأن هناك خلافات وهناك تناقضات في السياسة بين الدور التركي في بعض الدول مثل في ليبيا مثلا أو في السودان أو في أزمة شرق الأبيض المتوسط، هذه الخلافات لا تزال موجودة، لكن ذلك لا يمنع من التعاون في الملفات الأخرى وربما الملف الاقتصادي وهو الذي يتصدر ويحظى بأهمية كبيرة لدى الأتراك تحديدا في هذه الأيام. كل الشكر لك محمود واثق، كنت معنا من إسطنبول. مشاهدينا فاصل ونواصل المشاهدين. من الطاقة إلى الثقافة، انتقلت محطة موسكو الكهربائية الثانية خطوة من خارج الصندوق، شكلت أساسا لتفاعل ثقافي واسع في الداخل والخارج. للمزيد معنا النحات السوري ميسان سلمان وهو معنا من موسكو. لكن قبل الحوار نعرف أكثر عن المحطة التي تحتفل بمرور 115 عاما على تشغيلها، وكيف أصبحت مركز فنون عصريا ومساحة مفتوحة وحرة للفنانين. المزيد مع الزميلة يارا حسن. تحويل محطة موسكو الكهربائية الثانية الواقعة قرب الكريملين إلى صرح ثقافي روسي بلمسات إيطالية أضاف الكثير على الحياة الثقافية في روسيا وترددت أصداؤه في أوروبا. هذا الدار هو محاولة لنشر الفن المعاصر الروسي إلى العالم وإيجاد حوار بين الفنانين الروس والعالميين. المشروع بدأ من المبنى نفسه الذي كان محطة للكهرباء، وعمل على إعادة ترميمه المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو. اقترح رينزو بيانو أن يبقى المبنى امتداداً للمدينة ويكون مثل صندوق شفاف يجمع فنوناً عديدة تحت سقف واحد، وأن يضم لقاءات تفاعلية ذات مغزى بين كل من الفنان والمتلقي. مساحة المكان لافتة للنظر، وهي مساحة متعددة الوظائف، تستخدم للمعارض والحفلات الموسيقية والورشات وعروض الأفلام، مع العديد من المطاعم والمقاهي.
أحببنا المساحة الكبيرة للدار والتصميم بالأبيض والأزرق، كما لفتنا العدد الكبير للرواد الشباب هنا وهذا مفرح. انتظر سكان موسكو افتتاح هذه الدار 7 سنوات، وبالفعل أحدث ثورة في المشهد الثقافي الروسي. المعارض هنا مبتكرة، تستفزك للتفكير لوقت أطول من المعتاد لكشف معناها. للدار شراكات أوروبية عديدة، وابتداء من الموسم المقبل ستبرز شراكات عربية ولا سيما من لبنان. يستمر كل موسم ثقافي في محطة الكهرباء التاريخية 3 أشهر، حيث تتعاقب المعارض والفعاليات والأنشطة المتنوعة، والهدف جذب أكبر عدد من رواد الثقافة والفن على مدار السنة. ميسان، أعود إليك وأنت معنا من موسكو. ماذا يعني تحويل محطة للطاقة إلى مركز للفن؟ هل من شيء مقصود؟ هلا بخصوص محطة الطاقة هي تحديدا، ما بعرف إذا في شيء مقصود له علاقة بالطاقة والثقافة. يعني بطبيعة الحال الثقافة هي طاقة بالمجتمع، بس فكرة تحويل الأبنية التاريخية اللي خرجت من استخداماتها المعتادة لمراكز ثقافية هي مانا جديدة بموسكو. يعني حاليا صار في أكثر من كذا مركز ثقافي أو مركز متعدد الاستخدامات للفنون المختلفة بموسكو. في شيء كان معامل قديمة، في شيء كان محطة تحويل طاقة. وبخصوص هاي المحطة بالتحديد، يعني هي تسكرت بسبب أنه هي بمنتصف موسكو، وشيء له علاقة بموضوع البيئة والحفاظ على البيئة بداخل العاصمة، وتقرر الحفاظ على المبنى وتحويله لمركز ثقافي اجتماعي. طيب، كان ممكن أن يتم تحويله إلى أي شيء أو ممكن الاستفادة منه، لكن أنه يتم تحويله لمركز للفن، هذا دليل على إعطاء أولوية وأهمية كبيرة بالمجتمع الروسي للفنون. طبعا بروسيا عموما كل أنواع الفنون هي فنون حية، والمجتمع مشارك بهي العملية. يعني جمهور المسرح، جمهور الفن التشكيلي، جمهور السينما، جمهور أي نوع أنواع الفنون التفاعلية الاجتماعية. فالمجتمع الروسي متعود ثقافيا على هي العملية، وهو يعني بالنسبة له نشاط الويك اند مو بس سينما. يعني ممكن يكون معرض، ممكن يكون متحف، ممكن يكون مكتب. شو سر الاهتمام بالفنون على أنواعها طبعا بروسيا؟ والله هي القصة يعني متجذرة ثقافيا، وتحديدا بالمرحلة السوفيتية بتخيل كان في اهتمام كبير بهذا المعنى. يعني هون بكل حي في سينما، في مكتبة، في مسرح، في مسرح للأطفال، في صالة عرض. يعني هي شغلة صارت قديمة. الفنون مجانية، سواء يعني الانخراط بها أم الاستمتاع بها أم أخذ العبر منها، أم يعني هي تعتبر مثل سلاح بالمجتمع الروسي؟ بطبيعة الحال بأي مجتمع الفن هو سلاح، لكن لا يتم التعامل مع الفن بأي مجتمع بهذه الطريقة أبداً، وانت أدرى يعني حضرتك بتعرف بهاي الأمور كونك فنان. يعني طبعا للأسف يعني، بس بما يخص المجتمع الروسي والدور اللي عم تحاول تلعبه هلأ الأوساط الثقافية بداخل المجتمع الروسي عم ينمى. أكيد مر بكبوي بمرحلة التسعينات، بس هلأ عم يرجع ياخد دوره. المركز مثله مثل غيره هو من يعني من علامات هي، إذا بدنا نقول إعادة التموضع الثقافي داخل المجتمع الروسي. حدثنا عن هاي المرحلة، إعادة التموضع والفرق بين الآن وقبل، أي كبوة حدثني أنه مر بها؟ يعني عموما المجتمع الروسي مرق بمرحلة التسعينات بمرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي ثقافيا. يعني الفنانين والمنتجين الثقافيين كانوا عم بيعانوا. اليوم الدولة عم تحاول تلعب دور أكبر بأنها هي تكون داعم للمنتجين الثقافيين، وبنفس الوقت هيك مساحات عم تخلي المجتمع الروسي يتعرف على الفنون اللي خارج روسيا، الفن المعاصر من مختلف دول العالم. مثلا بهيك مركز رح يكون متاح للمجتمع الروسي، وبنفس الوقت هو أخذ
نوع من التسليط الضوء الإعلامي بخارج روسيا، وبالتالي هو هذا المركز رح يكون كمان نقطة تواصل للفنان الروسي مع الجمهور بخارج روسيا. طيب هذا الانفتاح اللي عم تحكيني عنه اليوم ميسان، واضح أنه في هدف من خلفه، يعني دولة عظمى مثل روسيا لما بتاخد هيدا الخطوة بمجال الفنون اللي بمكان آخر بيعتبروا الفن ترفيه، اليوم هي أمام كل اللي عم تتعرض له، أمام العقوبات اللي عم تتعرض لها، واضح أنه في هدف من وراء تركيز على هيدا الفن بكل المراحل العمرية وعلى كل أنواع الفنون. هيدا الانفتاح اليوم حتى على الفن فن الآخر ومنها دول عربية. طبعا بطبيعة الحال يعني روسيا كدولة إلى موقع ودورة وأهميتها على الساحة الدولية، اليوم عم تحاول إن هي تكون موجودة بمختلف الأنشطة بمختلف المجالات، تكون صورتها واضحة باعتبار لحد الآن في كتير عالم تجهل ما هي حقيقة المجتمع الروسي، والثقافة هي سلاح، الثقافة هي مو بس سلاح، هي صورة للمجتمع كيف بيفكر وكيف بيعيش. اليوم الرياضة هي كمان سلاح وكمان عم يركزوا عليها، وبالتالي يعني أكيد ما ننهامنين من هذا الموضوع، رغم أنه كان مرت فترة مثل ما قلت لك من التسعينات وبداية الألفينات كان في نوع من المعاناة بالواقع الثقافي. حتى أنا أول ما أجيت على موسكو يعني من شيء 8 سنين ما كان النشاط لهذا الحد إذا بدنا نقول، تحديدا بما يخص الفن المعاصر. هلأ في خطوات عم تتاخد، في شيء له علاقة بالقطاع الخاص، في شيء له علاقة بالدعم الحكومي، يعني محطة مثل هاي تم الحفاظ على البناء الأثري تبع اللي عمره أكثر من 115 سنة وتحويلها لهي الفسحة التفاعلية، وبالمناسبة الدخول على المعارض وعلى مختلف الأنشطة اللي ما إلى عدد محدد من المقاعد مجاني. هيدي لو بدولنا ميسان كان نهد المبنى وبأقصى حد نعمل مول للاستهلاك. خبرنا شو السر وشو السبب، يعني كونك عربي مقيم بموسكو، شو سر السبب العقلية المختلفة لما بتعاني دول مثل روسيا بتتجه لتهتم بالفنون أكثر، دولنا أول شيء بتعمله لما يصير في هزة بسيطة فيها أنها بتنسى وبيموت المجال الثقافي، وبيتبين أنه كانت الثقافة لمجرد الترفيه والمظهرة فقط لا أكثر ولا أقل بكل أنواع الفنون. ما السر يعني بين المجتمعين والفكرين؟ هلأ السر مو بس بين المجتمعين والفكرين، للأسف الحكومات عنا ما بترعى الثقافة بالشكل الكافي، بتتعامل معها أن هي مثل أي قطاع اقتصادي بالمجتمع، يعني انه اذا بتربح من نشتغل، ما بتربح ما بنشتغل، هيك بتتسكر عنا المسارح وبتتسكر عنا السينمات لانه التعاطي مع الثقافه على انها هي مصدر للربح وفقط، فهو شيء اكيد بده يؤدي لتختلف طبيعه المنتج الثقافي حتى. بينما هون في أول شيء في إرث متراكم من أيام الحقبة السوفيتية وما قبل الحقبة السوفيتية، وفي بنية تحتية هائلة كانت للدولة بما يخص المسارح ومختلف القطاعات الثقافية وتم الحفاظ عليها، يعني رغم كل المعاناة الاقتصادية اللي كانت بالتسعينات وبالألفينات تم الحفاظ إلى حد كبير على الجزء الأكبر من البنية التحتية للمؤسسات الثقافية بروسيا، وتم رعايتها وتم توجيهها. هلأ تختلف اليوم يعني داخل المجتمع الروسي كمان في وجهات نظر متناقضة تبع الدور الدولي، قديش لازم يكون، شو مساحته، في دور للدولة أصلا ولا ما في، ولكن الدولة عم تقوم بدور قد يكون لا واضح عملها على صعيد الانفتاح على فنون الآخرين. يعني نحن هنا ببرنامج المشهدية أكثر من مرة أضانا على هذه النقطة، وكان آخرها شيء بسوريا تحديدا بما أنك من سوريا، وفي نشاطات بلبنان وغيرها من الدول واضح اهتمامها بموضوع الفنون وتحديدا فنون يعني المختلفة عنها. أيضا كل الشكر لك ميسان سلمان النحات السوري، كنت معنا من موسكو.
استغراق المستخدمين في عوالم ميتافيرس الافتراضية بدأ ينعكس سلبا على العالم الحقيقي، فبعضهم لحقت به أضرار جسدية من جراء وقوعه من أعلى أو اصطدامه بأثاث منزله خلال تجوله في ميتافيرس، وبعضهم الآخر لكم من صودف وجودهم أو لكما من صودف وجودهم بقربه وقائع انعكست على شركات التأمين التي وجدت نفسها أمام تضخم في الفواتير نتيجة حوادث غير مقصودة. للمزيد معنا رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان ربيع بعلبكي من بيروت. يعني ما قدرت أمسك نفسي أستاذ ربيع، تخيلت المشهد مباشرة فعلا، وين رايحين بعد وين رايحين بعد أكثر من هيك؟ صح. شو الموضوع دي حجمه؟ يعني فعليا صار عم نحكي عن خطورة اليوم أو ممكن بعدين بمرحلة قريبة يصير خطورة عن جد. مساء الخير لك ولمشاهدينك. اكيد انت ذكرتي انه هو موضوع المتعلق بالميتافيرس، الفيرتشوال رياليتي كجلاسز هي موجوده من اكثر من 15 سنه وتطورت مع الابلكيشنز، واكثر شيء تطورت بوقت كوفيد. ولكن موضوع الميتافيرس انه تدخلي انت بعمليه مجموعات يشاركوا بنفس الوقت بمحيط فيرتشوال او افتراضي، هون كانت طبعا بتعطي حماس اكثر، بتعطي حركة أكتر، كونه أصلاً الميتافيرس هو المفروض يعني مش مثل مبالغ فيه اللي عم نسمعه، مفروض أنه أنا أشعر أنه موجود بمكان مثلاً بصف كلنا تلاميذ مع بعض، أشعر أنه بغرفة اجتماعات الكل مع بعض، غرفة عمليات طبية الكل مع بعض، حتى تتوافق يعني أو تتكامل مع عالم إنترنت الأشياء. إذا بدهم يعملوا عملية جراحية بدهم يعملوا عملية أمنية يتعلموا مع بعض. ولكن الموضوع راح لأبعد من هيك بموضوع الألعاب. بموضوع الألعاب نحن كلنا بنعرف يعني اليوم إذا كان واحد عم بيلعب لعبة قديمة تقليدية بنطنط وبيكسر بالبيت ووقع تريا والعفش والأساس حواليه، فكيف إذا انعزل بالصوت وبالصورة وبالحركة وبالتحليل وبالدماغ بالكامل عن العالم الخارجي؟ صح. خاصة بالألعاب الحديثة اللي هي بتدخل أكتر، وهذه أهمية الميتافيرس إنه بتدخل أكتر من شخص مع بعض بالعالم الافتراضي. يعني اليوم لما بيلعبوا على شاشة عادية كانوا من قلب سمارت موبايل وبيشوفوا بعضهم أكتر من شخص، ساعة بيعملوا هجوم عم بيلعبوا فوتبول مع بعض، اليوم عم بيفوتوا مع بعضهم بشكل افتراضي كامل متكامل. هلأ عادة لو بيرافق هذا الشيء الـ AR أو الميكس رياليتي اللي بياخدنا إلى عالم مثبت فيزيائي بكرسي، هي مثلا بتعطينا أن الشعور بالطيران الشعور بالسيارة كان الموضوع أأمن. مختلف كان أأمن أكيد أأمن. ولكن لما بينعزل وبيتحمس أكيد بده يكون العواقب صحيح. مثل ما ذكرتي ممكن تكون أخطر، ممكن تكون أخطر مما حتى نحن عم نتخيل طبعاً. مشهد طبعاً. ممكن يصير في جريمة قتل بمكان الشخص ما هو موجود وما يحس نهائيا. على كل حال ابقى معنا لو سمحت سيد ربيع نتعرف أكثر على ما يجري فعليا ونعود. سيد ربيع أعود إليك، أمام أي مخاطر أكثر من مخاطر طبيعية ومحدودة نحن نتحدث الآن؟ يعني إذا حضرتك شاهدت الصور وهي صور طبعا حقيقية لمشاهد حول دعاية أو إعلان ترويجي للميتافيرس، المفروض أنه بالميتافيرس ما يكونوا بنفس الغرفة هن اثنيناتهم عندهم virtual reality glasses، أنه أكيد حيصطدموا ببعض إذا انسجموا زيادة عن اللزوم. يفترض انه هن في يكون في تباعد، يعني كل حدا من مكان وكل حدا من منطقه حتى تعطي النتيجه اللي هي مرجوه من الميتافيرس انه يجتمعوا ببيئه افتراضيه موحده. هلا مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني مثل ما شفنا بالجارتنر ريبورت انه ارتفعت اكثر من 30% نسبه التامين، لانه بطبيعه الحال كل شيء خارج
يعني بنعرفه بالإطار الخارجي هو بيشتغلوا على عدة أمور بتجيب بس الغريب أنه مادية. ارتفعت نسبة التأمين. هلأ حأسألك شو حتكون أمامه؟ يعني شركات التأمين بتنطر أي هيك مخرج لتتنصل من مسؤولياتها، كيف رح تتعامل مع موضوع الميتافيرس؟ لكن قبل في شيء ملاحظ أنه الناس ما وقفت هيدي الألعاب للأسف، هي عم تتجه أكتر لكنها راحت وعملت تأمين، يعني بدل ما توقف هي اللعبة مبدأها من الأساس راحت اتجهت للتأمين. موضوع شركة التأمين كيف عم تتعاطى مع هيدي القضايا اللي خاصة بالميتافيرس؟ أنا بدي أرجع أكد مثل ما دائما بحكي مع حضرتكم أنه اليوم نيو نورمال دمج الخدمات الثورة الصناعية الرابعة مع بعضها متكاملة، أكيد حيخلق أمور جديدة وحيخلق فرص عمل جديدة وحيخلق كمان اقتصاد جديد، لأن هذا نيو نورمال، هذا الطبيعي المتجدد. هلأ بطبيعة الحال اليوم هلأ نفتت نظر بتقرير أنه ارتفع العمل على التأمين، يمكن هلأ بعد هذه الحلقة اللي عم تتفضل فيها يصيروا شركات التأمين حتى اللي عنا بالمنطقة يهتموا بهذا الموضوع، يعملوا بوالص خاصة بالميتافيرس اكسيدنتس أو الأمور المتعلقة بها. هلأ معك حق، اليوم إذا أنت بيسقط حق مثلا شركة التأمين عن حريق إذا ما في أطفائيات، بيسقط حق شركة التأمين أو المؤتمن عن التأمين إذا ما في كاميرات مراقبة بالسرقة، فما بعرف الميتافيرس لوين الأمور حتروح، هل هي حتتحملها مسؤوليتها الشخص أو حيتحمل يعني مسؤولية، يعني مثلا اليوم بتقولي إذا شخص قطع الطريق وفي جسر للعبور للمشاة، من يتحمل المسؤولية، السيارة التي داست الشخص أو الشخص نفسه؟ بالتالي عالم التأمين بالرغم من الواقع الإنساني الصعب يتحمل الشخص المسؤولية، فهون ما بعرف الأمور وين حتروح، هل المسؤولية حتكون شخصية على المؤتمن أو على شركة التأمين تتحمل وتنفذ؟ معقول تتجه شركات التأمين لأنه يكون في بنود خاصة بشكل متخصص أكيد بعالم الميتافيرس؟ معقول؟ أكيد. أكيد أكيد، مثل ما نحن اليوم عم نطلع قوانين للذكاء الاصطناعي، من يحاكم الذكاء الاصطناعي أو المبرمج للخوارزميات وراء الذكاء الاصطناعي؟ بطبيعة الحال بده يكون هناك قوانين وبرامج خاصة للتأمين والأمور مثل ما تفضلت إذا راحت لا سمح الله إلى أكثر من موضوع تأمين أو حادثة بالأساس. يعني نحن رايحين لتثبيت هذا العالم أكثر وأكثر. طبعا طبعا، ميتافيرس عم ينتشر بشكل كتير كبير، هو الأرخص والأكثر انتشارا والأكثر طلبا في الآونة الأخيرة، لدرجة أنه هلأ طبعا شركة فيسبوك أنه وقت دخل بهذا المشروع بالميتا دخلوا من باب الأكثر هو التهرب من الضرائب والاستثمار بالابتكار في عالم الميتافيرس، ولكن في ناس كتير هلأ عم تضع أموال هائلة في تطوير الألعاب الخاصة بالعالم الافتراضي خاصة اللي بينشغل عبر جروبس ومجموعات بالميتافيرس. أستاذ ربيع، ليه الناس ما خافت من هيدا العالم؟ يعني ارتمت فيه دغري، مع أنه مخيف جدا إذا بنقعد منفكر. كنت عم قلك من شوي مش الشخص هو يموت، ممكن حد وحدا يموت وما ينتبه ما يسمع وما أولاده ممكن طبعاً. أولاده ممكن يكونوا طبعاً. عم يختنقوا حد ومنه عارف، يعني ليه الناس مأمنة لهيدا العالم؟ شو السر اللي فيه اللي خليه يكون وصلنا أنه شركات التأمين بدها تحط بنود وكأنه شيء قائم؟ خليني خبرك شيء، أول شيء بسرعة أحكي وأستعرض، اليوم العزل كنا نحن من فترة قليلة وجيزة أقل من 10 سنوات كل القطارات يكونوا الناس مسكين الكتب وعم بيقروا فيها، بعد فترة انعزلوا العالم كليا وصارت السماعات وإلى قانون، يعني اللي بيطلع صوته بالسبيكر فون بيقض تيكت، فلازم يكون حاطط إيرفونز، يعني حتى القوانين ما ساعدت. بعدين تحول مش بس انه يكون الامور هي سماعية، تحولت الى صورة باغلاق العيون والتركيز الكامل بالعالم الافتراضي، يعني تمهدلوا بشكل صحيح. طبعا طبعا، وبدوا وعي وبدوا توعية وبدوا طرق استخدام سليمة، وإلا اكيد بده يصير في حوادث خطيرة. كل الشكر لك سيد ربيع بعلبكي رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، بهذا تكون اكتملت المشهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا بنفس التوقيت. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.